هنتكلم دلوقتي عن موضوع تداول الأسماك الحية. بيتم تداول الأسماك الحية في بعض الحالات زي نقل الزريعة من المفرخات للمزرعة أو من حوض التحضين لباقي أحواض التسمين في المزرعة، وأحياناً نقل الأمهات من الأحواض إلى داخل المفرخ. عملية نقل الأسماك لازم تتم بسرعة وفي التوقيت المناسب، ويكون كل التجهيزات بتاعتي موجودة معايا في الوقت المناسب للشغل. طبعا معروف ان انا هطلع السمك هطلعه من الميه وده فيه خطوره، فلازم يبقى التداول يكون سريع ويكون بخفه شويه عشان يتم بسرعه. لازم اجهز كل الاحتياجات بتاعتي من اطباق، براميل، جرادل، الشلب بتاع المصفى، الميزان لو حوزن السمك، العربيه اللي هتنقل السمك. لازم تكون كل الادوات دي موجوده قبل ما ابدا الشغل بتاعي، واجهز الشبك اللي انا هجمع بيه السمك، ولازم العمال تكون موجودة قبل بدء الشغل. لو اتكلمنا عن تجميع الزريعة، بنجمع الزريعة من أحواض التحضين اللي بيتم فيها تربية الزريعة، وبستخدم في ده شبك بيكون ناعم علشان ما يكونش خشن يجرح السمك. أنقل السمك بعد كده للحوض اللي بيتم فيه تدريج الزريعة، وبيكون الحوض ده مزود بمية جارية علشان تحافظ على حيوية السمك في هذا الحوض. بيتم بعد كده تدريج الزريعة دي عشان أتخلص من الأحجام الكبيرة اللي أنا مش محتاجها، وأخلي الحجم اللي أنا هشتغل بيه يكون حجم موحد قدر الإمكان. وبعد كده بيتم معايرة عيار من الزريعة دي في شلب أو في مصفة معينة، وأعد العيار ده علشان أحسب بعد كده عدد السمك في كل عيار، وبالتالي أقدر أحسب احتياجاتي اللي هنزلها في الأحواض. أعبي بعد كده سواء بعبي في أكياس أو في براميل أو في تنكات لو هنقل داخل المزرعة، لكن بعمل حساب أن كمية المية في الكيس مثلا تكون حوالي ربع إلى تلت الكيس، وبقية المساحة الموجودة في الكيس بتزود بتتملي بالأكسجين علشان يساعد الأسماك على التنفس في أثناء رحلتها لغاية ما توصل للمزرعة أو للأحواض. بيتم عملية النقل دي في الصباح الباكر أو في آخر النهار بعد قبل غروب الشمس علشان نتفادى الحرارة العالية، خاصة لو كنا في فصل الصيف. ونتأكد عند ما توصل الزريعة للمزرعة أن العمال المكلفة بتنزيل الزريعة متواجدة، وكل الإمكانيات بتاعتي والأدوات بتاعتي موجودة علشان تنزل في الأحواض. ولازم أعمل عملية الأقلمة قبل ما أنزل الأسماك في الأحواض، لأن الأسماك بتبقى جاية في مية فيها اختلاف في درجة حرارتها، في اختلاف في بعض مواصفاتها، فلازم أعمل لها عملية أقلمة لعدة دقائق، 5 دقائق أو 10 دقائق قبل ما أنزلها في الأحواض. لو الأسماك جاية من مية ملوحتها مختلفة، عملية الأقلمة دي بتاخد وقت أطول شوية، بيصل إلى نص ساعة أو ساعة على حسب الفرق في درجة الملوحة. بالرأي عند تعبية السمك بتاعي سواء في أكياس أو في تنكات علشان النقل، طول الرحلة اللي هيسافرها السمك. لو السمك هيسافر لمسافات طويلة يبقى بنقلل عدد السمك في الأكياس أو في التنكات بما يتناسب مع طول المسافة اللي هيسافرها السمك. لو بنقل سمك داخل المزرعة عندي من الحضان مثلا لأحواض قريبة، الرحلة دي ما تاخدش 10 دقائق أو 5 دقائق، ممكن أزود العدد إلى أعداد كبيرة جدا داخل الكيس أو داخل التانك أو البرميل اللي بنقل فيه داخل المزرعة.